السلام عليكم طلابي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. اليوم راجع مع بعض دروس النحو للصف الرابع الابتدائي، وبالتوفيق ربنا يكرمكم. طبعا بنبدأ بالضمائر، وأنتم عارفين كويس جدا الضمائر درستوها من قبل، وتنقسم الضمائر إلى ثلاث أحسنتم، وهي ضمائر المتكلم المخاطب والغاية. أحسنتم. ضمائر المتكلم، هناك ضميران، أنا ونحن. أنا طبعا للمفرد المذكر والمؤنث، مثل أنا طالب أو أنا تلميذة، ونحن للمثنى بنوعيه والجمع أيضا بنوعيه، مثل نحن طالبان، نحن تلميذتان، نحن طلاب، نحن تلميذات. ثاني الضمائر، وهي ضمائر المخاطب. الضمائر المخاطب هي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. أحسنتم. طبعا ضمائر المخاطب، أنت ليه؟ للمفرد المذكر، مثل أنت نشيط، وأنت للمفرد المؤنث، مثل أنت مجتهدة، وأنتما للمثنى بنوعيه مذكر ومؤنث، أنتما طالبان، أنتما تلميذتان، وأنتم للجمع المذكر، مثل أنتم تلاميذ أو أنتم نشيطون، وأنتن نجدها للجمع المؤنث، مثل أنتن تلميذات، أنتن طالبات. أحسنتم. ثالث نوع من الضمائر، وهي ضمائر ممتازين، ضمائر الغائب، مثل هو، هي، هما، هم، وهن. هو للمفرد المذكر، مثل هو نشيط، وهي للمفرد المؤنث، مثل هي مجتهدة. هما للمثنى بنوعيه، هما تلميذان، هما مجتهدتان، وهم للجمع، جمع المذكر. أحسنتم. هم تلاميذ، هم مهندسون، وهن لجمع المؤنث، مثل هن تلميذات، هن طالبات. أحسنتم. والآن انتهينا من الضمائر المتكلم المخاطب والغائب. نبدأ بعد ذلك، أخذنا أسماء الإشارة. أسماء الإشارة عندنا، أسماء الإشارة هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذا نستخدمها للمفرد المذكر، مثل هذا كتاب، هذا طالب. أحسنتم. وهذه نستخدمها للمفرد المؤنث، مثل هذه تلميذة، هذه مجتهدة. هذه لها استخدام آخر، وهو جمع غير العاقل، جمع غير العاقل. هنا الأسماء، الاسم إما عاقل أو غير عاقل. العاقل أي اسم يدل على إنسان، وغير العاقل أي اسم يدل على أي شيء غير الإنسان. فجمع غير العاقل مثل الأشجار، نستخدم معها هذه، نقول هذه الأشجار. وأيضا كتب، هذه كتب. أحسنتم. فهذه لا استخدامان، مفرد مؤنث وجمع غير العاقل. عندنا هذان، هذان تستخدم للمثنى المذكر، مثل هذان تلميذان، هذان كتابان. أحسنتم. هاتان تستخدم للمثنى المؤنث، مثل هاتان طالبتان، هاتان قصتان. أحسنتم. هؤلاء تستخدم لجمع المذكر وجمع المؤنث للعاقل طبعا. هؤلاء مثل هؤلاء طلاب، هؤلاء مجتهدون، هؤلاء تلميذات، هؤلاء مهندسات. فهنا هؤلاء تستخدم للجمع، جمع المذكر وجمع المؤنث العاقل. لكن جمع غير العاقل كما قلنا تستخدم معها
هذه. أحسنتم. هنا انتهينا من أسماء الإشارة، ونبدأ بعدها في أمثلة لها، مثل هذا عصفور جميل، هذه سيارة أبي، هذان طالبان مجتهدان، هاتان طالبتان مجتهدتان، هؤلاء طلاب مدرستنا. طبعا درسنا أسماء الإشارة، أيضا أخذنا الضمائر، الآن نتعرف على الجملة. الجملة كما درستم نوعان، جملة اسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية هي كل جملة تبدأ باسم وتتكون من ركنين أساسيين. الجملة الاسمية كل جملة تبدأ باسم وتتكون من ركنين اثنين، وهما مبتدأ، أحسنتم، وخبر. المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة الاسمية. الجملة الاسمية الاسم الذي تبدأ به هو المبتدأ، هو المبتدأ. والخبر هو الذي يتم معنى الجملة ويكملها. الخبر هل يأتي قبل المبتدأ؟ لا، يأتي الخبر بعد المبتدأ. أحسنتم. مثل السماء صافية، هذه جملة تبدأ باسم وهي كلمة السماء. السماء موقع الإعرابي مبتدأ، وصافية هي الخبر الذي أتم معناها كلمة صافية. السماء ماذا؟ صافية. فالسماء مبتدأ وصافية خبر. الجملة الثانية، السفر مفيد للناس، السفر مفيد للناس، هذه جملة اسمية تبدأ باسم وهو كلمة السفر. السفر هنا مبتدأ والخبر هو كلمة مفيد، يبقى السفر مفيد هنا جملة اسمية ركنيها السفر مبتدأ ومفيد خبر. كيف نعرف الجملة الاسمية؟ السماء صافية، إعرابها السماء إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى المبتدأ نقول عنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وصافية خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضم، أحسنتم. يبقى المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع وعلامة رفعه الضم. هذا هو إعراب الجملة الاسمية بركنيها. ثاني نوع من أنواع الجملة هي الجملة الفعلية، وهي الجملة التي تبدأ بفعل. كما قلنا أن الجملة الاسمية تبدأ باسم، إذا جاء فعل في أول الجملة فهذه الجملة جملة فعلية. مثل قرأ التلميذ القصة، يلوث الناس الماء، يحترم التلميذ معلمه، فهمت التلميذة الدرس. هذه الجمل الأربعة تبدأ بأفعال، وهي قرأ، يلوث، يحترم، فهمت. هذه أفعال بدأت بها الجملة فهذه جملة فعلية. أحسنتم. الجملة الفعلية تتركب من ركنين أساسيين، كما أن الجملة الإسمية ركنين هما المبتدأ والخبر، فالجملة الفعلية لها ركنين هما الفعل والفاعل. الفعل نعرفه، هو الكلمة التي تدل على حدث أو عمل وقع في زمن معين. والفعل عندنا ثلاث، فعل ماض، أحسنت، فعل مضارع، وفعل أمر. والفاعل هو الاسم المرفوع الذي يدل على من قام بالفعل. الفاعل هو الاسم الذي يأتي بعد الفعل وهو الذي قام بعمل الفعل. مثل قرأ التلميذ القصة، الفعل هو قرأ، ومن الذي قرأ؟ التلميذ، فالتلميذ هو الفاعل. أحسنتم. دخلت الكرة المرمى، ما أين الفعل؟ دخلت. وأين الفاعل؟ الكرة. أحسنتم. أحرزت اللاعب هدفا، أين الفعل؟ أحرز.
وأين الفاعل؟ اللاعب. أحسنتم. إعراب الجملة الفعلية، كيف نعرب الجملة الفعلية؟ يذهب التلاميذ إلى المدرسة. يذهب التلاميذ إلى المدرسة. في الإعراب الفعل يعرف فعل، إن كان فعل ماضي أو فعل مضارع أو فعل أمر تقول على إعرابها أنه فعل، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. يذهب فعل مضارع، أحسنتم، لأنه يقوم بالحدث في الوقت الحاضر. من الذي يذهب؟ التلاميذ، هو الذي قام بالفعل وكلمة التلاميذ. فالتلاميذ إعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أحسنتم. الآن في آخر درس لكم، وهو ظرف الزمان والمكان. ظرف الزمان والمكان، نبدأ بظرف المكان. ما هو ظرف المكان؟ هو اسم منصوب يذكر لبيان مكان وقوع الفعل. اسم منصوب يذكر لبيان مكان وقوع الفعل، مثل فوق، وقف العصفور فوق الشجرة. فوق هنا دلت على مكان وقوف العصفور، ففوق هنا تعرب ظرف مكان. تحت، وضعت القلم تحت الكتاب. وأمام، وقف المعلم أمام التلاميذ. وخلف، صرت خلف أبي. وبين، وقف المعلم بين تلاميذ. وغيرها من الظروف، هنا فوق، تحت، أمام، خلف، بين، يمينا، يسارا، شمال، جنوب، شرق، غرب، عند، وسط، جانب، جوار. في شيء مهم أفكركم به، ظرف الزمان، ظرف المكان لا يأتي قبله حرف جر. إذا جاء قبله حرف جر فإنه يكون اسم مجرور وليس ظرف. الثاني ظرف الزمان. ظرف الزمان هو كل اسم يبين زمن حدوث الفعل. أن ظرف المكان اسم يبين مكان حدوث الفعل. أما ظرف الزمان اسم يبين زمن حدوث الفعل. هذه كلمات كثيرة لظرف الزمان: فجرا، ظهرا، عصرا، ربيعا، صيفا، عاما، شهرا، شتاء. وكلمة متى، كلمة متى تعرب ظرف زمان؟ لأنها تسأل بها عن الوقت أو عن الزمن. هنا ظرف الزمان يدل على زمن حدوث الفعل كما قلنا، وظرف المكان يدل على مكان حدوث الفعل. إعراب ظرفي الزمان والمكان، نتعرف على إعراب كلمة أمام. هذه الكلمة ظرف مكان أم ظرف زمان؟ مكان، أحسنتم. ظرف المكان نعربه كهذا: ظرف مكان منصوب بالفتحة. نعربه إيه؟ ظرف مكان منصوب بالفتحة. صباحا، عندما نأتي كلمة صباحا هذه ظرف زمان منصوب بالفتح. يبقى ظرف المكان وظرف الزمان كلاهما منصوب بالفتح. هذا هو إعرابهما. وهكذا انتهينا يا طلابي من الدروس التي أخذتموها في الفصل الدراسي الأول، وبالتوفيق في الامتحانات، وعليكم بالتركيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.